مشاكل وآلام القدمين، جلسة علاجية شاملة وعامة، لها علاجات لكل المشاكل والأمراض اللي بتحصل في القدمين، ابتداء من البونيوم أو عملية انتفاخ مفصل الجانبي لإصبع الإبهام تاع القدمين، وهاي الانتفاخات بتبعها آلام وتبعها انتفاخات اللي ممكن أحياناً مرض النقرس أو زيادة في الأملاع تؤدي لهذه المشاكل، أمراض الروماتيزم هتؤدي لهذه المشاكل كلها اللي هنحكي عنها. الشغلة الثانية الأكثر شيوعاً اللي هي النتوءات العظمية اللي بتكون موجودة في أسفل القدمين، هذه النتوءات بنسميها بالعامية في مسمار العظم، بتكون طالعة والعظام بيكون فيها خشونة والمسامير هذه أو النتوءات هذه بتضغط على العضلات اللي تحتها وعلى الأغشية اللي محيطة في العضلات وبتسبب حالة التهابات وآلام وصعوبة في الحركة، يعني هذه بتؤدي لها صعوبة في المشي وهنا المشاكل. مرورا في التهاب الأغشية المحيطة في العضلات في منطقة القدمين اللي هي بلانتر فاشاتيس، اللي هي هذه الآلام الحادة اللي بنشعر فيها في الفترة الصباحية لما نصحى من النوم وبتبعها أمرار خضران نمنمة أو التهابات يعني انتفاخات شوي في منطقة الرجلين. وما ننسى كمان موضوع الإصابات العصبية اللي ممكن تحصل في الرجلين، الإصابات العصبية اللي بتؤدي لنمنمة بتؤدي لخضران بتؤدي لانتفاخات ولضعف كامل أو جزئي في عضلات الرجلين. إذا صارت عندي L5S1 في العمود الفقري ديسك وانزلاق وشديد وعملية، في هاي الحالة بحس انه هاي العضلات كلها بتضعف وهاي العضلات بتضعف وبقدرش امشي بالشكل الصحيح. العضلات هاي عضلات دقيقة، الاعصاب اللي موصلتها من السياتيك نيرف او العصب الوركي بتكون الاشارات العصبية بعيدة شوية عن النخاع الشوكي وهذا بعطي صعوبة في عملية التوصيلة. فالمشاكل العصبية كتيرة والنوروباثي والقدم السكرية، قدم السكري اللي هي مشاكل في الأعصاب ومشاكل في الأوعية الدموية الدقيقة، يعني تروية دموية ما بتكون واصلة لكل الأغشية هذه وهنا بتصير المشاكل. الشغلات الثانية اللي هي مشاكل المفاصل وألام المفاصل والصدعات والصدعة المزمنة اللي موجودة في مفصل الكاحل، هذه حطوها على البيعة كمان لكل هاي المشاكل. مش حدا يقول لي في نهاية الحلقة شو علاج مسمار العظم يا دكتور أو النقرس يا دكتور، هذا هو جزء أساسي في العلاج. أول شيء وضع المياه في المياه الساخنة أو الفاترة حسب قدرة تحملنا، وضع 5 لتر من المياه، كأس من الخل، خل التفاح، كأس من الملح الصخري، الملح الطبيعي، ملح الهملايا، البحر الميت، ملح اللي فيه مواد أكثر من المغنيزيوم والبوتاسيوم، هاي الملينات، والخل يكون طبيعي، ووضع مغلي من الأعشاب إذا بدنا فعالية أكثر، يعني اغلوا أي شيء، ميرامية، نعنع، زعتر، بابونج كويس كتير، ينسون، وحطوا مع المياه هذه. والعملية بسيطة، بنعمل بعض الحركات لمدة ربع ساعة نص ساعة وإحنا قاعدين وبنشرب فنجان القهوة ولا كاسة الشاي، القهوة بتكون تخففوا منها لأنها هتزيد الأملاح. على كل هلا الحالة الوحيدة اللي بستخدم مياه باردة اللي هي الحالات اللي بتكون الألام حادة نتيجة نقرس حاد، ألام حادة في الأسفل من المسمار العظم، ألام حادة في البلانتر فاشايتس، روماتيزم، في هاي الحالة فقط بستخدم المياه الباردة. والمياه الباردة لما أحط إجري في المياه الباردة بحطها لمدة دقيقتين فقط، دقيقتين مع المحلول نفسه اللي حكينا عنه، يعني بحط دقيقتين وبشيلها وبريحها دقيقتين برا المي وبرد برجعها بعد دقيقتين على المي لمدة دقيقتين وشيل، ما أظن حاططها لمدة ربع ساعة. وضيفوا على الموضوع كمان موضوع سخونة القدمين وبرودة القدمين اللي بيحصل كتير عند النساء تقريبا بأسباب هرمونية، فهذه العملية. وكمان باستخدام نفس العملية أنا ممكن أستخدم المياه الباردة والمياه الساخنة في نفس المحلول، وهي طريقة علاجية تغير حراري، هذا كويس كتير للي بيقولوا لي آلام خضران نمنمة وجع راس انتفاخات دوالي، كل هذه الأمراض لازم يعملوا الطريقة هذه في المياه الباردة دقيقتين
في المياه الفاتره او يعني اكثر للسخونه دقيقتين دقيقتين دقيقتين، بضلني من وعاء لوعاء من وعاء لوعاء لمده نص ساعه وانا اغير التغير الحراري هذا. شوفوا كيف هاي حتفيدكم، وخصوصا احنا بنحكي عن اعشاب محطوطه في المياه، مش بس في مياه، مياه وملح وخل، يعني هذه كلها مواد منشطه للاعصاب. شوفوا قديش الاعصاب الحسيه اللي مليئه في منطقه القدمين قديش حتاخذ استشعارات حسيه وتتنشط، وهذا حيخفف الالام صدقوني، وحيخفف من النمنمه والخضران المنتشر في منطقه الرجلين او البرود الساخنه او السخونه اللي هي نفس الاسباب كلها تقريبا. خلصنا من عمليه النقع، هذا اللي هو واجب يعني مره في اليوم اقل شيء الفتره الصباحيه، اذا عندكم همه مرتين في اليوم. بعدين بترفعوا جريكم اجر على اجر، بجيبوا زيت زيتون ان شاء الله بناش نعقدكم بالزيوت، وزيت الزيتون وكتير عليكم كمان انكم بتستخدموا، وزيت الزيتون لحاله اذا حطناه انا بعمل عملية تغييرات كبيرة في منطقة الرجلين. وكمان ضيفوا للموضوع اي واحد بيعاني من الام الكعبين، هاي كمان الطرق بتفيده، اي واحد بيعاني من التشققات اللي في القدمين والجفاف هذه كمان بتفيده غير الانتفاخات. مسألة المساج حيوي وضروري جدا اني احط زيوت واعمل عملية الدعك على كل الاصابع وكل العضلات الموجودة في القدمين. هذه الضغوطات لازم تكون يومية، هي الجلسة هذه لازم تكون اقل شيء يومية لواحد محتاج، واحد مش محتاج وبدي يعملها عملية لياقة بدنية يعملها مرة في الاسبوع. هيك انتو بتعالجوا حالكم بتدللوا حالكم. عمل الضغوطات هذا لازم يكون كبير، وين ما احس انه في الم بدي اضغط اكثر، حسيت انه هاي المناطق مؤلمه بدي اضغط 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 5 ثواني واشيل ورد اعمل الحركات هذه بشكل تكراري على كل القدمين. مثلا البلانتر فاشاتس او اللفاف الخماسيه بتكون هون والالام بتكون هون، فانا بدي اركز على المنطقه هاي وبدي اعمل الحركات هذه. الاسمار العظم ممكن يكون في المنطقة هذه أكثر شيء، ففي الحالة أنا بتضغط أكثر وبدي أنشط وبدي أحرك الدورة الدموية وبدي أنشط كل هالنهايات العصبية. بعمل الحركات هذه لمدة 5 دقائق 10 دقائق. بعدين بيجي موضوع التمارين الحركات. عندي البونيون أو التضخمات في إصعب الإبهام أو النقرس المزمن، هذا بيظلوا يجي ويروح ويعمل لي ألام في الإصبع اللي هذا رئيسي لعملية المشي، هذا المسؤول إذا بدنا نحكي عن الرفلكسولوجيا أو الضغوطات الانعكاسية هذا مسؤول عن وجع الرأس. يعني إذا بتعملوا لكم شوية مساج هيك بتحسوا مباشرة إنه رأسكم داخل شوية أو بتحسوا بإشي صار في رأسكم مباشرة، هذا بخفف ألام الرأس بشكل كبير. إذا بدنا نحكي رفلكسولوجي، هلا التمارين بدي أحرك المفصل، بدي أحرك المفصل للوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي مش بسبب الأحذية الضيقة والكعب العالي وتغيرات كتيرة إحنا بنعملها حياتية وبنضلنا واقفين بنضلنا قاعدين، يصير عندي ضغط على المنطقة الأمامية من هذا الإصبع ومن هاي المفاصل، ففي هاي الحالة أكيد لازم يكون في عندي انتفاخ وتضخم في المفصل هون مفصل البونيوم. في هاي الحالة أنا بدي أعمل كل شيء اللي أرجع حركته للوضع الطبيعي، أعمل حركات للتحت، أعمل حركات لفوق، أمسك الإصبع وشده لبرا شوية وشد شوية. طبعا هذا الإصبع حساس اللي بيكون عنده ألم ما بيقدرش يمسكه، فبس إحنا بناخد المفصل ومنحرك المفصل بدون ما نثير الألم. الأصابع بعدين كلها هي بدها تتحرك، بدها تنشد شوية وبدها تتليف في كل الاتجاهات، نحرك المنطقة الأمامية، هاي المنطقة المسؤولة عن المشي حكينا. إذا واحد عنده أي مشكلة فيها وضعف في العضلات ما بيعرف يمشي صح، إذا ما بيعرف يمشي صح يعني المفاصل تاعته في مفصل الركبة والحوض والعمود الفقري كله بتأثر في حركة القدمين. هذا هو القاعدة الرئيسية وهي اللي بتحدد عن الجهاز الحركي كله وصحته الرجلين. بمسك الإجر بالطريقة هاي وبصير أحرك شوي شوي، ومنه أني بحرك الحوض وبحرك عضلات الظهر، وشوي شوي بصير أعمل الحركات هذه اللي أنشط الرجلين. الناس اللي عندهم المسمار العظم
هذا لازم الحركة هذه تكون من الأولويات. أثني وأرد أرفع، وفي ألم ماشي بوقف لحد الألم. طبعاً كل هاي الحركات بنوقف لحد الألم وبضغط وبعدين بكمل، ما باخد أكثر من الألم، بديش أنا أثير الأعراض، بدي أخففها. بنخلص من التمارين الحركية هذه، ممكن نستخدم نستعين في أي شيء موجود عندنا ونحطه ونسير نحرك لقدام للخلف لقدام للخلف، نرفع لفوق لتحت لفوق لتحت، ونكمل التمارين هاي والحركات اللي دائما ليل نهار قاعدين بنفرجيكم فيها، اللي أحرك هالقدمين شوي ولينهم وشيل هالخشونة وريح بالكم شوي من وجع هالرجلين هدول. بس اتبعوا هاي الخطوات وشغلات كتير يعني ممكن نعطيكم اياها، بس انتوا اقل ما فيها بلشوا استخدموا وحتشوفوا فيها الراحة التامة باذن الله. وشكرا لكم. طبعا هاي العمليات كلها مع النظام الغذائي اللي حكينا لكم عنه والتمارين وهاي الامور، لا مفصل الاجرين كاملة كلها، يعني هذا علاج متكامل بعدة أمور طبيعية بيتية، وهذا اختصاصنا. ويعطيكم العافية وشكرا لكم على التعليقات الحلوة اللي بتحطوها. سلامات.